حذر رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو من التطور العسكري الصيني الذي وصفه بالصادم، مشيرا إلى أن بكين قد ترسل قريبا قواتها إلى كل مكان. وفي حديثه لصحيفة نيويورك تايمز أشار المصدر ذاته إلى سرعة الصين في بناء السفن وتحديث قواتها الجوية، كما نبه إلى تعزيز تعاونها مع روسيا بشكل متزايد خاصة في أنشطة التدريب خلال السنوات الأخيرة، لكنه أفاد بأنهما يمكن أن تكونا متنافستين عندما يتعلق الأمر بالقطب الشمالي. تعمل الصين على زيادة أسطولها البرمائي، بينما تشرع في برنامج تحديث بحري رئيسي لتعزيز قدرتها على إجراء عمليات على مستوى العالم. ووفق صحيفة ناشونال ديفنس، فإن البرنامج يشمل سفينتين برمائيتين متطورتين ستكونان العمود الفقري للأسطول المستقبلي، كما يمكنهما حمل عدد كبير من سفن الإنزال والقوات والمدرعات والمروحيات. من واشنطن عبر الهاتف ينضم إلينا السيد كاظم الوائل، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيد وائل أو سيد الكاظم. برأيك هل مخاوف الناتو في مكانها بشأن تطور الصين عسكريا، أم هي مسألة مبالغ فيها؟ نعم، مساء الخير. لا أحد يستطيع تجاهل القدرات العسكرية الصينية، ولكن نحن نتحدث عن قدرات عسكرية وليست قدرات قتالية. الصين لحد هذا اليوم لم تدخل حربا كما هو الحال مع دول حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك هي نعم تصنع السفن وتصنع القدرات البرمائية وتصنع القوات القدرات الجوية، ولكن ليست لديها قواعد عسكرية مثل ما تتمتع بها الولايات المتحدة من الشرق إلى الغرب منذ الحرب العالمية الأولى إلى هذا اليوم. هي تبني قواعد في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وحتى المناطق المحاذية إلى الصين. ولذلك القدرات الصينية العسكرية، يعني الكونغرس الأمريكي وحلف الناتو وكل المحللين والخبراء العسكريين ينظرون إليها بنظر الاعتبار، ولكن لا أعتقد القدرة القتالية الصينية تتمتع بها مثل حلف الناتو والولايات المتحدة. ولكن سيد كاظم، لو تطلعنا إلى الرؤية الصينية، لماذا تسعى الصين اليوم إلى هذا التفوق العسكري؟ هل الأمر مرتبط بمخاوف ربما من أي هجوم وشيك عليها أو على مصالحها في أي مكان؟ نعم، لا أعتقد أن هناك أي مخاوف أو أي هجوم. يعني لا أحد يستطيع حتى الولايات المتحدة أن تتجرأ وتقوم بهجومات على الأراضي الصينية أو على المصالح الصينية. ولكن الصين تعرف أنها يعني ربما يوم من الأيام تخسر تايوان وتخسر تأثيرها في الهونغ كونغ، ولذلك هي تريد أن تسيطر على هذه المناطق، وهي يعني تحسب حسابات إلى حرب مقبلة مع الولايات المتحدة وحلف الناتو والعالم الغربي الذي يتمتع بصلات قوية مع تايلاند مع تايوان ومع الهونغ كونغ وبحر منطقة بحر الصين. وكذلك الصين هي تتمدد كثيرا، تمددت في أفريقيا، وهنالك بعض المناطق التي يعني تقليديا معروفة أنها من ضمن النفوذ الفرنسي أو ضمن النفوذ البلجيكي أو حتى الأمريكي، ولذلك هذا يعتبر خط أحمر لا يريدون الصين أن تتقدم إليه. ولذلك الصين هي يعني تطور قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها، ولكن لا أعتقد أن هنالك حربا في الأفق أو أي هجوم محتمل على الصين. ولكن أنت أشرت في كلامك أنه هي تتحضر أو تعزز يعني قدرتها العسكرية من أجل ربما احتمالية اندلاع أي مواجهة عسكرية، في تحدثت عن تايوان مثلا، ولكن إذا لم يكن في الأفق القريب، هل هذا الأمر ربما سيصعد الخلافات أكثر مع الدول الغربية وتحديدا واشنطن؟ بالضبط، يعني هو هذا يعتبر حرب باردة، يعني كما هو الحال بين واشنطن والغرب والاتحاد السوفيتي آنذاك، ولكن الآن هي الحرب الباردة وحرب التسلح وتطور التسليحي بين الولايات المتحدة وحلفائها والصين وربما روسيا من جانب آخر، ولكن روسيا ليست تلك القدرات مثل الصين حاليا. إذن الصين هي دخلت الحرب الباردة، ولكن ليست حربا فعلية بينها وبين الولايات المتحدة. لا ننسى أن الغرب هي السوق للبضائع، السوق الاستهلاكي للبضائع، بضائع الصينية. إذن الصين إذا أعلنت حرب أو شنت حرب يوم من الأيام أو أي يعني مخالفات عسكرية بينها وبين هذه الدول، ستقطع هذه الدول المؤونات المالية، وكذلك ستغلق أسواقها بوجه الصين، وستكون لها كارثة اقتصادية بوجه الصين. طيب
طيب دكتور، عندما نتحدث عن يعني المسألة غير مطروحة، مسألة المواجهة العسكرية، ولكن الآن نحن نشاهد تقارب روسي صيني، إلى أي مدى برأيك قد يؤثر على الخلافات الحالية مع الغرب، وأيضا من ناحية تشكيل جبهة موحدة؟ نعم، الغرب ليس لديه أي مشكلة مع الصين، بالعكس لديه علاقات تجارية مع الصين، ولكن الغرب لديه مشاكل كثيرة مع روسيا ومع رئيسها بوتين، يعني مشاكل من ناحية الديمقراطية، ومشاكل اغتيال معارضين بوتين وسجن معارضين بوتين وكثير من الأمور. ولذلك ربما روسيا تريد أن تقحم الصين في حرب، أو تريد أن تبني تحالف بينها وبين الصين لبدء حرب ضد الغرب أو ضد الناتو أو الولايات المتحدة، وهذا ما أنا أيضا أستبعده، لأنه روسيا هي تعرف الولايات المتحدة تعرفها من الحرب العالمية الثانية إلى هذا اليوم، ولا تستطيع أن تتدخل بهكذا أو إقحام نفسها بحرب معها وبينها وبين الصين وبين الولايات المتحدة أو الدول الغرب. نعم، أشكرك، كنت معنا من واشنطن عبر الهاتف السيد كاظم الوائلي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.